السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله جاي لكم برضو في فيديو جديد. هو لحمة بس ان شاء الله هنعمل مع اللحمة دي، هنشوحها على النار وهنسويها على النار ومقطعينها كده مكعبات زي ما حضراتكم شايفين اهو، وهنسويها البصل مقطعينه كده طرنشات او جوانح، ومعانا بسلة والجزر اللي كنا مفرزينهم والفلفل الالوان زي ما حضراتكم شايفين كده. وان شاء الله هوريكم دلوقتي احنا هنسويها على البوتاجاز ازاي قبل ما نحطها في الفرن، وباذن الله يطلع احسن طاجن واحلى طاجن لحمه بالبسله بالجزر بالفلفل الالوان وطبعا البصل. وهنحط فصين ثوم دلوقتي، خليكم معايا وكملوا الفيديو للاخر. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، دوسوا لايك لو الفيديو عجبكم. خليكم معايا. السمنه سخنت كده على النار، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده بشوي التنجان كده على النار كده جنب الاكله الحلوه دي. هنزل بالبصل كده، هندي البصل كده تشويحه قبل ما ننزل باللحمه. طبعا الفلفل انا جبت فلفل اصفر برده مع الفلفل الاحمر، وان شاء الله هننزل بالخضار بتاعنا بس لما اللحمه تستوي وتوصل درجه السوى بتاعها 90%، علشان ان شاء الله هنكمل السوى بتاعها في الخضار في الفرن في الطاجن ان شاء الله. وهنعمل برده الرز، هنشوف مع بعض هنعمل الرز ازاي، وهشوف كده علشان خاطر البهوات الرز اللي هم عاوزينه انا طبعا هعمله لهم. وهنشوف كده، خليكم معايا بقى الفيديو للاخر وما تقفلوش الفيديو غير لما تكملوه للاخر. شوح البصل كده، وبعدين ننزل باللحمه بتاعتنا بعد ما طبعا قطعناها وغسلناها كويس جدا تحت الحنفيه. ولازم تشاهدي الحاجه طبعا اللي حاجه زي كده جايباها من بره، اللحمه او الفراخ او البط، اي حاجه مذبوحه يا جماعه لازم تشاهديها علشان خاطر نتاكد ان احنا بناكلها ان هي تبقى حلوه ونظيفه وطهره. خليكم بقى معايا الفيديو للاخر، يا رب الفيديو يعجبكم. لو الفيديو عجبكم بقى دوسوا لايك. ودينا هو تنزلنا باللحمه، هنشوحها برده كده في البصله. وهنحط لها طبعا الفلفل والسبع بهارات والورق اللوري والكلام ده كله. هنبهرها يعني، بس ما عدا طبعا الملح. هنسيب الملح للاخر خالص. هنحط الفلفل كده الاسود. السبع بهارات. الدهان. نقلب كده وهنحط برده رشه ثوم بودره وبصل بودره، معلقه بصل بودره كده وثوم بودره، دول هيخلوا لك الطاجن اللحمه مش عاوزه اقول لك كده يضرب نار يا اختي. اهو هنقلب بقى كده وهنغطي عليها لما تاخد السوا بتاعها. هنغطي بقى عليها كده ان شاء الله، ولما تستوي هنحط الخضار بتاعها. بصوا كده حضراتكم، خلاص كده انا ايه شوحت بقى اللحمه بالتوابل، الورق اللوري بالفلفل بالحبهان، يعني اديتها وقتها على النار بالبصله زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، علشان خاطر ننزل لها الميه. الميه طبعا اللي احنا غليناها في الغلاب، هننزل بقى بالميه كده علشان خاطر نديها وقتها على النار ان شاء الله وتستوي قبل ما ننزل بالخضار بتاعنا. وزي ما حضراتكم شايفين كده انا قطعت ايه
اربع طماطمات كده صغيرين برضو علشان نحطها. ودلوقتي جهزت انا اهوت الخضار بتاعي، وادي 3 فصوص توم اهوت زي ما حضراتكم شايفين. ان شاء الله بعد ما اللحمه تستوي هنحط الخضار بتاعنا ده كلته في الطاجن. هنفضي طبعا اللحمه في الطاجن، وهنحط الخضار بتاعنا ده كله في الطاجن، وهندخلها الفرن ان شاء الله تاخد السوا بتاعها باذن الله، يطلع احلى طاجن لحمه بالجزر بالبسله بالفلفل الالوان باذن الله. تعملوه بالطريقه دي هيضرب نار معاكم ان شاء الله، وتكتبوا لي في التعليقات ان الطريقه دي عجبتكم والوصفه بتاعتي عجبتكم. خليكم برضو معايا الفيديو للاخر ان شاء الله. يا رب الفيديو تستوي على النار. هنعمل ان شاء الله الرز، وهنعمل حبايه وحبايه، اول مره نعمله مع بعض في القناه اهو. انت الرز بتاعك مثلا لو 3 كوبايات هتعملي كوبايه، هتحمري كوبايه، والكوبايتين التانيين برز ابيض. طبعا احنا هنفضل كده نشوح في الرز كده في السمنه لحد ما ياخد اللون اصفر كده غامق او ذهب غامق، عشان الناس الصفرة ما تقولش انتوا بتقولوا صفرة ليه. ثم الحمد لله هوصل بقى للون اللي انا عاوزاه، وهوري حضراتكم قبل ما احط بقيه الرز بتاعي، واحط له الميه طبعا، وابهره الفلفل والملح، وطبعا مرقه الدجاج. وكده يا جماعه الرز وصل للون اللي انا عاوزاه، اللون الذهبي الغامق ده. وهنحط بقى الرز الابيض زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. وهنقلب كده اهم حاجه. وانت بتحمري كميه الرز اللي انت عاوزاها بتبقى ايدك فيه، مش بتنسيه على النار علشان ما يتحرقش مني، بدل ما يفشر منك يا ولاد ويبقى عامل زي الفشار. ونزل بالميه برده. كده انا عامله كوبايتين رز من اللي هي الكوبايه السليستين، هيبقى كوبايتين ونص ميه. هنحط الملح والفلفل، الملح انا بعبر بايدي يا اولاد، محدش يقول انت حطيتي كتير ولا قليل، لا. ومرقة الدجاج، ورشة فلفل اسود عشان تفلفل لنا الرز بتاعنا. وتقلبي بقى كده اهو. ونغطيه ونسيبه يستوي على نار عاليه، وبعد ما يتشرب ان شاء الله هنوطي عليه ونسيبه يكمل السوى للاخر. وخليكم معايا برده وهنشوف. خلاص انا اللحمه بتاعتي سويتها بنسبه 90%. وبصوا كده برده الخضار اللي احنا طلعناه من الفريزر اللي احنا مفرزينه مع بعض، شايفينه اكنه طازه يا جماعه، اكن احنا لسه شارينه. هنحط بقى الحاجه بتاعتنا دي كلها الاول في الطاجن، ومعانا طبعا الفصوص التوم، هي ال3 فصوص توم. انا حبيت ان انا احطها كده مع الخضار علشان تدي الطعم للخضار. وهننزل بقى باللحمه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهتفرشيها كده. الطماطم بقى اللي انا وريتها لكم وقطعناها هنحطها كده بمنظر حلو كده جمالي، منها ان انت هتدي اللحمه بتاعتك طعم الطماطم، وهيبقى الطاجن بتاعك شكله جميل وتحفه اول ما تطلعيه من الفرن وتقدميه. انت ممكن تقدميه كده زي ما هو على السفره، وبعد كده تغرفي في الاطباق كده. والبصل يا ولاد اللي في الحلة لحد اخر حتة اهو كده. نحط كده الملح يا جماعة في شوية مية كده زي ما حضراتكم شايفين. برضو انا لقيت كده شوية بهاريس في الحلة، قلت نحط الايه الملح مع بعض كده في شوية المية دول. هنحطهم بقى في الطاجن. هنغطيه بقى وندخله الفرن. هياخد وقت معانا من نص ساعة لساعة الا ربع،
وهنطلعه ان شاء الله، ولما الطاجن بتاعي خلاص يستوي 100% انا هوريه لحضراتكم. والطاجن بتاعنا خلاص اهوت، خلاص الحمد لله كده استوى يا جماعه وطلع من الفرن. انا اديته ساعه علشان خاطر اللحمه تستوي معايا وتبقى زي الزبده كده. شايفين الشكل عامل ازاي؟ مش عاوزه اقول لكم على الريحه، الشارع مقلوب، مش عاوزه اقول لكم يعني. واديني قلت لكم، يلا بقى اعملوا لايك علشان الفيديوهات بتاعتنا يا جماعه تنتشر ان شاء الله بفضل الله وبفضلكم كده ان شاء الله نكبر مع بعض. واللي ما اشتركش معانا ينزل يشترك. شايفين كده بقيه السفره، السلطه وسلطه بتنجان برضو عاملاها، والرز حبايه وحبايه، وطبعا العيش اهو. وهنغرف بقى كده مع بعض. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال يا اولاد؟ اللهم صل على النبي كده. شايفين؟ شايفين ولا مش شايفين؟ اهو احلى طاجن لحمه بالبسله بالجزر بالبصل والطماطم بقى. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على ريحته. يا رب الفيديو يعجبكم كده وتجربوا الوصفه بتاعتنا وتكتبوا لنا في التعليقات. يا رب الفيديوهات كلها بتاعتنا تعجبكم. انشروا الفيديوهات يا جماعه واعملوا لها مشاركه علشان توصل لاكبر عدد من الناس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.